مرحبا، معكم اخوكم سامي فرج من قناه سامي اف. انا دائما اجيب لكم الاشياء اللي هي تفيدكم انتم كهوايه في البيت. عندك الاي 5000 اليوم جبت لكم سوبر ووفر موديله كي اس 100. كي يعني كيبورد واس يعني سوبر ووفر، كي اس 700. شوفوا هذا هو ياماها موديل فنان حلو سوبر ووفر. وصلت بالاي 5000. طيب انكم انتم متابعيني كله تحبون العربي، وفي عندكم في الاي 1000 ورا في هني مكان حق السوبر ووفر اللي هو الاوكس، حطيته هني ومديت واير. طبعا واير واحد ما يحتاج وايرين، واير واحد مديته. طبعا مديته هناك في خلف الكيبورد جاك، وتكون نهايته بالطريقه هاي، وتحطه هني ورا في السوبر ووفر كي اس 100 بالطريقه هاي. هذا الزرار اللي هني هذا فوليوم مال السوبر ووفر. الحين راح اراويكم الفرق كيف مع السوبر ووفر وبدين السوبر ووفر. الحين راح اراويكم الفرق بين كيف الايقاع بدون السوبر ووفر الكي اس 100 ومع السوبر ووفر الكي اس 100. هذا ايقاع نختاره، هذا مع المصاحبات مع البيت. اسمع كيف يعني هو مركب الحين هالكيبورد، ما في اي شيء. اسمع الحين لما راح ازيد على السوبر ووفر، اسمع البيس معك. شفتوا الفرق صراحة، يعطي بيز حلو وباور صراحة جميل. هذا حق قاعدة في البيت، حق مكان بسيط مع أصدقائك، مع شيء تقدر تشتريه. زين نسأل الحين السعر. أخ محمد كم سعره هذا الكي اس 100 مع الفات مع كل شيء؟ سعره 800 درهم. 800 درهم مع الفات مع كل شيء. ها لو حد من المتابعين جه ممكن نديله 600. لو حد من المتابعين من عندي بيعطونه 600 درهم. بس يقول اني انا من متابعين قناه سامي اف وخلاص، ان شاء الله راح يعطوني اياه ب 600 درهم السوبر ووفر مع المحول ماله مع الجاك بعد، ولا الجاك بدون جاك؟ مع الجاك كل شيء يعني.